أربعينية في مدينة طنجة تلاحق شابا لأربع سنوات بتهمة الاختطاف والاغتصاب ثم تتراجع سنة 2024، وما قالته صدم الجميع. كبئت أي أغنية تتغنى باغتصاب القاصرات تتصدر الأغاني الأكثر استماعا في المغرب، ومتقش ولدي تلجأ للقضاء. طريق كحلة بعد مقتل حارسها الشخصي في الزيارة الأولى، رئيس موريتانيا يغادر الجزائر بعد وفاة جديدة. اعتقال فرنسي في مراكش متهم بالاعتداء جنسيا على طفل. سجن عكاشة يقاضي أبا يشك في ظروف وفاة ابنه. التفاصيل في هذه الحلقة. إجبار الرابور مراد على دفع 6 يورو يوميا لمدة عامين لتجنب السجن لست سنوات. نجوى كرم تخوض تجربة جديدة في دبي. وفاة أشهر عارضة أزياء عبر العالم عن عمر يناهز 102 عاما. بالفيديو ماغي أبو غصن تبكي بتأثر بسبب إليسا. سلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، ودائما جديد الأخبار. وطبعا بطلبكم دائما نقدم لكم الأخبار السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية وأيضا الرياضية، فلهذا لا تبخلوا علينا بالاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس للتوصل بكل ما هو جديد. كما أنتظر منكم أن تضغطوا على زر الإعجاب وترك تعليق تحت الوصف. وكعادتنا نبدأ حلقتنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وضعت سيدة في الأربعينيات من عمرها نفسها في موقف محرج أمام قاضي غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بطنجة، بعدما حاصر بالأسئلة عن سبب تراجعها عن اتهام شاب بمحاولة الاختطاف والاغتصاب بينما كانت تلاحقه منذ 4 سنوات. حسناء شرعت في البكاء وكادت تنهار بعدما أمر القاضي بتوقيفها خلال جلسة المحاكمة يوم الخميس عقب تراجعها عن اتهاماتها وتصريحاتها أمام الشرطة، والتي أكدت فيها أن الشاب عبد الباري من العمر 22 عاما أقدم سنة 2021 على اغتطافها ومحاولة اغتصابها بمنطقة أشناد. الضحية المفترضة وفي تصريحات مختلفة كليا عن الموجود في محاضر الشرطة قالت إن الشاب المعتقل ليس هو الشخص الذي تهجم عليها عندما كانت تحاول ركوب سيارة أجرة بهدف التوجه إلى السوق الجديد، وبأنه يشبهه فقط. بحسب أوراق القضية فإن الملف وبعد إثارته سنة 2021 تم حفظه نظرا لعدم القدرة على تحديد هوية المتهم، الذي كانت تقول المشتكية انه تهجم عليها في ساعات الصباح الاولى على متن دراجة نارية، وقام باعتراض طريقها بسلاح بهدف السرقة. وبعدما سلمته هاتفا النقال اقدم على جرها الى منطقة خلاء حيث حاول اغتصابها. المشتكية اخرجت الملف من الحفظ بعدما نجحت في الوصول الى صورته وتحديد هويته، واكدت على ذلك في محاضر رسمية عند الشرطة، لكنها تراجعت عن كافة أقوالها بعد زيارة من والدتها لم تحدد طبيعتها. المشتكية قالت وبعد محاصرتها بالأسئلة والتلويح بملاحقتها بشهادة الزور، قالت إنها قررت مسامحتها دون تبرير قرارها المفاجئ. المحكمة ورغم قرار المشتكية قضت بسجن عبد الباري سنتين حبسا نافذا. قالت جمعية متقش ولدي إنها اطلعت على محتوى فيديوهات عديدة، خاصة مجموعة من الأغاني الخادشة للحياء، ومنها ما تتضمن مقاطع يدعو أصحابها لاستغلال القاصرات جنسيا واغتصابهن بجملة صريحة ومباشرة وواضحة. الأغنية المقصودة هي أغنية تتصدر الأغاني الأكثر استماعا في المغرب منذ أسبوعين وتدعى كبئتي، وتشير بشكل واضح في فقرة من الأغنية إلى ممارسة الجنس على القاصرات بدعوى أن الجنس مجاني في البلاد. جمعية متقش ولدي قالت إنه وبينما المجتمع يكافح لمحاربة ظاهرة الاعتداء جنسيا على الأطفال، تظهر هذه الأغاني بدون مراعاة أصحابها لأخلاقيات الفن والموسيقى وأهدافه، ويستعملونها لتمرير رسائل مباشرة خطيرة كالتحريض على الاستغلال الجنسي للقاصرات واغتصابهن، بل الأخطر أنه يتم الاستماع لها وتنشر بكل بساطة. المنظمة قالت إنها ستقوم بجميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل متابعة كل من يقوم بالتحريض على
استغلال الأطفال واغتصاب القاصرات عبر الأغاني، معتبرة أن بعض الجمل ما هي إلا انعكاس لممارسات تطبق على أرض الواقع. المثير أن منصة اليوتيوب التي تفرض قيودا كبيرة على المحتوى الذي يستهدف الأطفال سمحت بعرض الأغنية دون اتخاذ قرار بمنعها. لم تمر سوى ساعات على وصول رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني إلى الجزائر للمشاركة في ملتقى الدول المصدرة للغاز حتى غادرها بسرعة عقب وفاة والد زوجتها. الرئيس الموريتاني وبحسب مصادر إعلامية محلية فضل العودة لبلاده من أجل استقبال جثمان والد زوجته السفير السابق محمد فاضل ولد الداه عقب وفاته في فرنسا على البقاء في لقاء الجزائر بحضور دولي متواضع. وهذه المرة الثانية في ظرف أسبوعين التي يغادر فيها الرئيس الموريتاني الجزائري والتي أصبحت مرتبطة لديه بالموت والأحداث الغربية. فقبل فترة تعرض موكبه لحادث غامض في تندوف ما تسبب في مقتل حارسه الشخصي وإصابة آخرين ليقرر إنهاء زيارته والعودة إلى نواكشوط. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش يوم السبت 2 مارس من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 70 عاما لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وأوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول أنه مبحوث عنها على الصعيد الدولي بطلب من السلطات القضائية بفرنسا للاشتباه بتورطه في استغلال منصبه مدرب رياضي لارتكاب اعتداءات جنسية تحت التهديد في حق قاصر كان يبلغ من العمر 12 عاما وتم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني مكتب انتربول الرباط التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم. قالت إدارة السجن المحلي بعين السبعة لإنهاء وضع شكاية لدى السلطة القضائية المختصة ضد والد أحد السجناء بسبب تكرار اتهاماته الباطلة في حق موظفي المؤسسة رغم مرور سنة على وفاة ابنه الذي كان معتقلا قيد حياته بهذا السجن. وقالت المؤسسة ردا على المزاعم الواردة على لسان والد السجين المتوفى بخصوص ظروف وفاة ابنه وشجاره مع أحد السجناء الذي قدم مقابلا ماديا للحراس وحقنه بالأنسولين للتغطية على سبب وفاة أن السجين المذكور قد توفي بتاريخ 16 مارس 2023 بقسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد والذي تم إيداعه به منذ 12 مارس 2023 بعد إخراجه إليه بسبب تدهور حالته الصحية وإحساسه بعياء شديد. وذكرت أنه سبق أن تم إخراج هذا السجين إلى المستشفى العمومي بتاريخ 7 مارس 2023 حيث استفاد من مجموعة من الفحوصات على مستوى القلب والرئة، كما تم إخضاعه للفحص بالأشعة وإجراء بعض التحاليل المخبرية له، مضيفة أن تقرير الطبيب المعالج قد أكد وجود تعفن بجسم الهالك ومعاناته من انخفاض حاد في ضغطه الدموي. قضت محكمة في برشلونة بسجن مغني الراب مغربي الأصل مراد بالسجن لمدة 2 موقوفة التنفيذ بعد إدانته بقضية التحريض على أحداث عنف خلال تصوير فيديو كليب سنة 2021. مراد كان يواجه خطر السجن لمدة 6 سنوات بتهمة التحريض على الإخلال بالنظام العام والاعتداء على الأمن، لكن دفاعه تمكن من التوصل لاتفاق يقضي بدفع تكاليف الخسائر التي لحقت بسيارات الشرطة والمقدرة ب 2400 يورو. ولتجنب العقوبة السجنية أيضا سيدفع المغني 6 يوروهات يوميا لمدة 2 بعدما اعترف بذنبه وقبل شروط الحكم. ووقعت الحادثة عام 2021 عندما كان مراد يصور فيديو كليب أمام الجمهور وقد اشتكى الجيران للشرطة من الضوضاء، لكن عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وجدت مجموعة كبيرة من حوالي 150 شخصا قاموا عند رؤيتهم للشرطة بإهانة الضباط وإلقاء البيض والحجارة عليهم.
عبر فيديو ترويجي مبهر صور خصيصا وصور جديدة بأفكار عالمية. أعلنت شمس الأغنية العربية الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن موعد حفلها المقبل في دبي بالإمارات، والتي تتعاون به مع مومنت أفانس، والذي سيكون في يوم 3 مايو 2024 على مسرح كوكاكولا أرينا. وقالت نجوى كرم في الفيديو المشوق عبر منصاتها المختلفة والرسمية بالتواصل الاجتماعي وباللهجتها اللبنانية: أوقات بحس حالي طيرة، هيصل جمهور بتوديني لمطرح ما أنا بدي أوصل، بلحظة بنسى حالي وبلحظة بتعرف على وجودي. لتختتم حديثها في الفيديو قائلة: في 3 شهور 5 المقبل 2024 راح طير بها الصوت على مسرح كوكاكولا أرينا دبي مع مومنت أفانس. وفتحت مومنت أفانس باب حجز تذاكر الحفل الذي أصبح متاحا أمام الجمهور في الإمارات. إلى جانب ذلك، تستعد أيضا نجوى كرم لمجموعة من الحفلات في عدد من الدول العربية والعالمية، وسيتم الإعلان عنهم عند الانتهاء من التحضيرات النهائية وموعدها ومكانها. وكانت آخر حفلات نجوى كرم في دبي استقبالها للعام الجديد 2024 بحفل رائع تصدرت من خلاله مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت من أنجح حفلات الوطن العربي جماهيريا التي عقدت في رأس السنة. توفيت أيقونة الموضة وسيدة الأعمال الأمريكية إيريس أبفيل عن عمر يناهز 102 عاما بمنزلها في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية. وكان آخر تواصل لأبفيل مع جمهورها قبل 3 أيام على حسابها الرسمي بالإنستغرام، حيث نشرت صورة لها بالأبيض والأسود من احتفالها بعيد ميلادها 102، وعلقت عليها بي: في نصف أعياد الميلاد أبلغ من العمر 26 عاما فقط، اليوم أبلغ من العمر 102 سنة ونصف. للإشارة، فإن أبفيل اشتهرت في عالم الموضة والأزياء ببصمتها الخاصة، حيث كانت تعتمد في أزيائها على الألوان المبهجة والطبعات الغريبة، ما جعلها متفردة في المجال وملفتة للأنظار. لم تتمالك النجمة ماغي بوغوسن دموعها خلال تواجدها في الاستوديو برفقة النجمة إليسا خلال تسجيلها تتر مسلسل عمل الرمضاني. وشاركت الممثلة اللبنانية متابعي على الانستغرام بمقطع فيديو عفوي يجمعه بإليسا، وظهرت فيه وهي تستمع بتأثر للأغنية الجديدة. ومن شدة تعثرها بالكلمات والألحان، التفتت باتجاه إليسا واحتضنتها بعيون ملأها الدموع، وقالت بعفوية: مش معقول بتبكي. وأرفقت ماغي المقطع تعليق كتبت فيها: كتير تأثرت لما سمعت بالاستوديو لأول مرة أغنية مسلسل عمل بصوت إليسا، انتظاركم أغنية رائعة ومؤثرة وصادقة. يذكر أن المسلسل الجديد سيعرض ضمن السباق الرمضاني، ويشارك ماغي في بطولتها بديع أبو شقرة، عمار شلق، مهيار خضر، إليسا زغيب، كارول عبود وغيره من النجوم، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج رامي حنا. وظهر من خلال برومو العمل أن المسلسل يتضمن مجموعة من الصراعات التي يمر بها المجتمع، ويجسد عوالم مختلفة حول معاناة اجتماعية وأزمات بين أبطال العمل الذين يواجهون الموت والاعتداء والإهانة والتسلط الذكوري. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز، شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. استودعكم الله، إلى اللقاء.